أمنيتي إنه يكون في عدل وما يكون في ظلم أبداً أبداً، يمكن هذا أهم شيء بالدنيا كلياتها. هل أنا مصور تقريباً 16 سنة؟ أتمنى أرجع على سوريا إن شاء الله بعد النصر حتى أقدر أكمل تعليم من أول جديد. أمنيتي إنه إن شاء الله أرجع على سوريا، صور الانتصارات، صور الأفراح بعد النصر إن شاء الله تعالى. أمنيتي إنه أفتح مشغل لحالي عيش منه وعيش أولادي. أمنيتي بالحياة إن نرجع لسوريا وهي المشاريع كلها نعملها بسوريا ونعمر البلد. والله هي أمنيتنا إنه يتوحد الشعب السوري ويصير إيد واحدة، لأنه نحس حالنا إلا متفرقين أكثر من أيام النظام. أمنيتي بالحياة إني أقدر أتابع عمل الإعلامي حتى أوصل صوت السوريين المظلومين للعالم.